يعني لا المقولات اللي بتتقال طبعا في طبعا هم من وجهه نظرهم ان انا فتره وهتنتهي لا يعني فتره تاثير للحاله النفسيه اللي انا عشتها بعد الحادثه وان دي هتخلص يعني لان وفي ناس طبعا رايهم الناس العلمانيين اللي انا كنت بقعد اتكلم معاهم يقولوا لي يعني الحكايه مش للدرجه دي مش قوي كده يعني ما انت ممكن علاقتك بربنا تبقى كويسه بس برضو يعني ما تغيرش كل حياتك لا تبطل شرب وتبطل سهر وتبطل قعدات مع الناس لان طبعا بدايه الاصلاح زي ما قلنا هي معرفه الداء وبعدين العزيمه على انك تبطله طب ما هو كان شيء متعب جدا بالنسبه لي ان انا يجي معد الشرب وما اشربش كان شيء متعب جدا انما لازم اتعود عليه خلاص خدت يعني كم صار لك على المرحله هذه سنتين بيجيك حنين لما مضى من شهوات وبسطات وافراح وحفلات هل نفسك ولا بتحن حنين ولا بتقرف لا هل نفسك بتحن مش لكل الحاجات يعني لبعض لبعض ايه بقى الحاجات دي سؤال مهم لانه بيرتبط مع توبه الشباب عموما اللي هو الحنين لحياتهم السابقه لما تحن بتعمل ايه وقتها بتقعد بقى تستغفر ربنا وكده ولا بتعمل ايه في كذا حل في كذا حل احنا نبغى حلول يعني احنا دلوقتي عرفنا ان حضرتك استعنت بالله سبحانه وتعالى عشان تبطل عاداتك السيئه بالظبط بس ازاي بقى لما الشيطان بقى يبتدي بقى يوسوسك بقى تعمل ايه وقتها اولا في كذا حاجه قرايه القران لان طبعا انا كنت متشوق ان انا اقعد اقرا القران لان بعد ما دخلت المرحله انا كنت قبل كده بعيد عن المصحف خالص وحضرتك كمان صوتك جميل يعني اكيد لما بتقرا يعني فدي كان ده اول ما بمسك المصحف وبقعد اقرا بتروح الفكره شويه بنساها او اقوم اصلي او اقعد اسبح طيب الثلاثه دول والفكره لسه موجوده مش اثنين تمام مش اثنين طبعا لا الاصرار هي بقى ايه ممارسه القوه ده تمرين زي اليوجا اراده قلت امرن الاراده ان انا اقول لنفسي انت راجل ولا لا انت قادر ولا انت عيل صغير حتى زي العيال الصغيره هتشبط يبقى انت ما انتش قد الكلام يبقى انت منظره يبقى انت بتعمل ده عشان الناس تتفرج عليك وتقول قدام الناس بس ان انا راجل ملتزم وراجل بعرف ربنا انما انت في الحقيقه اهو ضعيف واي حاجه صغيره هتجيبك تاني فبواجه نفسي وادبها بعلمها الادب ان انت مفيش حد قدامك الا انت انا وانت دلوقتي قدام بعض اهو انت هتقدر ولا مش هتقدر لو مش هتقدر يبقى سيب اللي انت فيه ده خالص بقى وانسى طب استاذ محمود احنا عايزين نعرف لحظه مهمه جدا في حياتك هي لحظه التغير الحقيقي يعني كنت بتفكر قبل كده في انه الطواف والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي اللحظه اللي وصلت فيها عند الكعبه اللي كان عندها الخلفيه قبل كده ان اثر اللحظه دي اما وصلت عايزك تحكي لنا بقى لو سمحت انا مش هتكلم خلاص عايزك تحكي لنا ايه الموضوع يا عم انت بتيجي عند جزئيه قاتله معلش معلش لان انت عارف طبعا عشان الواحد يسترجع لحظه ما هياش لحظه عاديه في حياته ومش في حياه اي حد يعني انها لحظه علاقه البشر بالاله سبحانه وتعالى لحظه انسان ضايع ولا اهله يعني مش عارف اقول لك اوصفها لك مش عارف اوصفها لك تتحسس هي تتحسس ربنا يوعدنا جميعا بيها ويوعد كل الناس اللي في قلوبهم شيء طيب وبالاخص طبعا حبايبي اللي بيشتغلوا معانا في هذا الوسط ربنا يوعدهم جميعا بيها ويحسوها لانها بالتأكيد كلها تأثير خير علينا وعلى شغلنا وعلى الناس جميعا يعني يا رب تجيبها لنا مرة يا رب.